عايز اقول لك عليه. يعني انا كلاعب مش عايز اقدم المستوى الافضل، مش عايز ان انا اخلص الماتش بدري. يعني انا من جوايا كلاعب كوره في النادي الاهلي انا معاك يا عين. بص انا ما عنديش دوافع بأبسط ان انا اكسب الحلول. واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه طالما الفرصه متاحه. الشكل ده عايزين يعملوه بابسط الحلول، بابسط التحركات اللي انا بتفرج عليه في المباراه. احنا كويس. بنتفرج بنحلل اللي شفناه كويس. الكومبينه اللي موجوده دي او الهارموني بين اللعيبه دي كلها عايزين بابسط شيء يطلعوا لاحسن نتيجه كويس. بابسط شيء ان الكره تبقى مطوعاهم. بابسط الحلول ان كده لو عملنا عرضيه ممكن لازم يبقى فيه الجول الثالثه، لازم الكره تبقى مطوعانه. الكره ما فيهاش كده، احنا اتفقنا بالمجهود بالعرق بالتحركات بالتصرفات بتوجيهات يا اخي من بره الخط. انت شايف فرقتك بتشتغل ازاي وشايف الدنيا ماشيه ازاي، اعمل اي توجيهات. انا مش شايف اي توجيهات حصلت داخل الملعب. اي فاهم قصدك. انا مش شايف اللعيبه هي يعني المدير الفني بتاعت نفسها جوه الملعب. أي. انا مش شايف غير تغييرات انا غير منطقيه بالنسبه لي، اعتقد كلنا متفقين على كده. عايزين يكون في حل جذري بسرعه، لان انا مش كل يوم انا بوصل لسيمي فاينل افريقيا. اتكلم على اسبوعين انت مش كل يوم بتوصل هذا البوزيشن وهذا المكانه وانت مطلع فرقه كبيره قوي. دي كانت فرقه شكلها شكل بطوله اللي هي صن داونز. يعني انت عامل مجهود كبير قوي الفتره اللي فاتت وبتتعب كتير قوي وبتوصل لحاجات كتير قوي. حافظ بقى على هذا الشكل، بس مش بهذا الشكل، مش بهذه الطريقه. يعني مش يعني الناس دلوقتي حتى قعدوا يكلمونا واحنا قاعدين، يا جماعه ازاي مش عارف ايه ده، لازم تقولوا لازم تتكلموا. احنا بنتكلم اللي احنا بنشوفه الطبيعي. يعني المشكله بقى، هي المشكله جوه اللعيبه نفسها يا ايمن. تعب، ارهاق، عايزين يستشفى كلهم، عايزين يريحوا. طب اللي حصل النهارده نص الفرقه بره، اللي موجودين دول يقدروا يثبتوا ان هم اهل ثقه في اي مباراه جايه، او دول اللي يمكن الظروف توديك ان هم دول اللي هيلعبوا برضه؟ ما بتعرفش الظروف ممكن توديك لغايه فين الاسبوعين الجايين دول. يعني في شكل كتير قوي وتحدي كبير قوي وتركيز كبير قوي في الاسبوعين الجايين دول على ما اعتقد. يعني لازم يتخذ في اجراءات كتير قوي بين اللاعب وبين نفسه وبين الجهاز الفني نفسه والجهاز الاداري. لازم يدخله، ولازم يبقى في ناس بتتكلم لعيبه معينه. دايما العجيزي كده اتكلم على مروان، نتكلم مع اليوباتجي، ده لازم برضو حد يقوم اللعب بتاعه، حد يقول له انت تتحرك يمين، تعمل سويتشات، تعمل تريكات، تعمل لازم برضو في ناس تبقى قاعده بتتكلم مع اللعيبه دي في توجيهات من الملعب قبل المباراه. لا انا فكرت في حاجه. يعني انا بقول للعيبه نفسها، اللعيبه نفسها دي عملت قبل كده ماتشات كويسه، ما تتفرج على الماتشات الكويسه اللي انت عملتها. يعني اتفرج على نفسك وانت كويس، بتعمل اداء كويس. ايمن ربنا ساعات بيديك ماتش بيوريك الاتجاه فين، النو هاو بتاع الحكايه فين، بيليك بتضغط وبتخلص المباراه بسرعه كويس. وبتعمل الوان تو وبتعمل تريكس وبتبقى انت واقف على حيلك وبتجري كتير وتتحرك لزميلك، صح، ما بتتكلش على زميلك كابتن. ربنا بيديك مره مباراه زي دي يوريك كويس. معنى الفوز والاداء شكله ايه، لانك هتروح في منطقه اخطر. صح كابتن شريف أكبر. اللي انت بتقوله حضرتك حصل من اللعيبه دي نفسها. مزبوط. في بعض المباريات ماشي. عشان كده انا ما سميتش لعيبه النهارده، ما اتكلمتش عن قفشه مثلا، ما اتكلمتش ليه كهربا مش من اول الماتش عشان يخش وانا محتاجه في ماتش افريقيا، ما اتكلمتش على اي واحد باسمه ليه احمد فتحي يجي باك ليفت، ما كان في تغييرات تانية ممكن تحصل. يعني في حاجات فنيات كده في الملعب كانت موجوده، تحس ان الخط غايب.